جائزتها في الإبداع الشعري لهذا العام بالشروط التي سبق الإعلان عنها في الصحف المصرية والشبكة الدولية للمعلومات، وبعد الانتهاء من الموعد المحدد لاستقبال الأعمال الشعرية وعددها 21 ديوانا شعريا بالفصحى من الشعر العمودي وشعر التفعيلة، اجتمعت اللجنة للنظر في تلك الأعمال الشعرية المقدمة. وفي المرحلة الأولى لاجتماع اللجنة استبعدت الأعمال التي لا ترقى إلى نيل هذه الجائزة. وفي المرحلة الثانية بعد الفحص والتدقيق في قراءة الأعمال المتبقية، تبين للجنة حصر الجائزة في 3 أعمال شعرية إبداعية، حيث فازت بالمركز الأول الشاعرة المصرية شيرين العدوي عن ديوان سماء أخرى، ويقع الديوان في 14 قصيدة منظومة بالشعر العمودي وشعر التفعيلة. وفازت بالمركز الثاني الشاعرة السعودية تهاني حسن الصبيح عن ديوانها فسائل الروح، ويقع الديوان في 34 قصيدة منظومة بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة. وفازت بالمركز الثالث الشاعرة الجزائرية لطيفة حسان عن ديوانها أغنية تشبهني، ويقع الديوان في 24 قصيدة منظومة بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة. وتتوجه الأمانة العامة لجائزة الشاعر السعودي الكبير السفير حسن عبد الله القرشي رحمه الله بالشكر والتقدير لجميع الشعراء والشواعر الذين تقدموا لنيل هذه الجائزة من جميع أقطار الوطن العربي، متمنين لهم حظا أوفر في الأعوام القادمة. وفي الختام تتقدم اللجنة المحكمة إلى أسرة الأديب الشاعر حسن عبد الله القرشي رحمه الله بموفور التقدير والاحترام لثقتها في اختيارها لتحكيم هذه الأعمال الإبداعية. وكل عام وحضراتكم جميعا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.